عاد لينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. ما هو هدف سحب المراقبين الدوليين من فلسطين برأيكم؟ نعم، أبرز أهداف سحب المراقبين الدوليين هو إتمام لصفقة القرن التي يتآمر فيها الأمريكان مع بعض المفاصل الإقليمية ضد القضية الفلسطينية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يرى في المراقبين الدوليين، رغم أن دورهم ليس فاعلا، هو فقط مراقبة أحداث وكتابة تقارير توضع في الرفوف، ليس لها أي أهمية أو أنها تصدر من خلالها قرارات مهمة في الشارع الدولي، ولكنها وجود المنظومة الدولية في الضفة الغربية هو يخالف مخطط صفقة القرن ويخالف المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية لحالة العقيدة الإسرائيلية بأن تكون الضفة الغربية ضمن بوتقة الاحتلال، وهذا ما يقودنا إلى أن صفقة القرن ماضية وأن صفقة القرن تستمر وبتسارع، لأنهم يرون في الضفة الغربية أنها جزء من إسرائيل لا يمكن أن يكون فيها أكثر من قوة إلا قوة الاحتلال. الآن حالة إضعاف لقوة السلطة الفلسطينية، حالة إضعاف واضحة وسحب استيادة منها في كل مناحي الحياة، حتى نتحدث الآن معكم وقوات الاحتلال في قلب مدينة رام الله، أي على بعد أمتار من مقر الرئاسة الفلسطينية، وهذا انتهاك للسيادة الفلسطينية، أي أن هناك تلاشي لسيادة الفلسطينيين، بالإضافة إلى سحب القوات الدولية، يعني أنه تقول لك قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن فلسطين تحت قبضتنا، وهذا تمريرا لصفقة القرن. طيب، ولا يوجد قوات دولية أو قوات فلسطينية في الساحة. بما تفسر الدعم الأمريكي الواضح؟ كانت الولايات المتحدة دائما ما تدعم الكيان الصهيوني، لكن في الآونة الأخيرة أصبح دعمها علنيا، آخرها منع واشنطن قرارا أمميا يدين إنهاء الصهاينة مهمة المراقبين. نعم، الجديد في السياسة الأمريكية بحق القضية الفلسطينية هو الإعلان والكشف الرسمي عن المخططات. نقل السفارة الإسرائيلية الأمريكية للقدس المحتلة هو دلالة على هذا الدعم، إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل دلالة على هذا الدعم، التحضيرات الأمريكية لإعلان يهودية الدولة وهذا الأخطر القادم، أيضا المساندة الدولية للإسرائيليين بمنع أي إدانة لهم، هذا أيضا يضاف إلى مشروع القرار الأخير الذي حتى في مجلس الشيوخ سيتم معاقبة أي شركات أمريكية تتعامل أو تتعاطى مع حركة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية أو حتى للشركات الإسرائيلية. إذا نتحدث عن دعم لا متناهي، دعم كبير جدا. طيب، للأمريكان. تفضل. أنباء يعني عن هدم قوات الاحتلال قرية العراقيب في منطقة النقب للمرة 139 على التوالي، يعني هل يمكن أن نفهم من هذا أن هذا الانتهاك هو بداية لما ينوي الاحتلال فعله بعد سحب المراقبين الدوليين؟ نعم، نحن نتحدث عن جزئين مهمين في القضية الفلسطينية، الأرض المحتلة عام 1948 والتي فيها قرية العراقيب في جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، والجزء الثاني وهو الأرض المحتلة عام 1967. نعم. الذي يحدث في صفقة القرن هو مخطط يستهدف 1967، أي أن منطقة الضفة الغربية والقدس وغزة، بحيث تكون غزة هي الدولة فقط والقدس والضفة مضمومة للقدس لإسرائيل ضمن دولة إسرائيل وتمرير صفقة القرن. أما ما يحدث في منطقة العراقيب فهذا جزء من التهويد الإسرائيلي الذي يرمي إلى طرد 30,000 بدوي فلسطيني في منطقة النقب وتجميعهم في مربع معين حتى يتسنى لهم تمرير المخططات الإسرائيلية التي تنوي بناء آلاف الوحدات الفلسطينية في تلك المنطقة. هذا ما يحدث تقريبا وعلى غراره في المناطق المحتلة في الشمال الفلسطيني بمنع البناء ومنع الترخيص، بهدم المنازل غير المرخصة، بتقديم وتقليل و
وتقويض أي وجود فلسطيني في الداخل بشروط معقدة من خلال الضرائب، من خلال الأرنونة، من خلال منع الإقامة الجبرية، الحبس، الإبعاد. كل هذه الإجراءات فيها إطار تهويدي في الداخل المحتل يتسنى لهم السيطرة الأكبر. لكن الخطير هو الضفة الغربية التي حسب القوانين الدولية هي محتلة ويجب إعادتها للفلسطينيين بحسب القوانين الدولية نتحدث الآن. حتى هذه النظرية لا يريدها الاحتلال ويريد أن يمارس صفقة القرن التي يباركها دونالد ترامب. الصحفي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.